بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس اللغة العربية، فرع الإملاء، علامات التنصيص. من علامات الترقيم التنصيص، اقرأ ولاحظ معي نهاية السطر الأول: فقال له: أريد أن أصنع ختما أستخدمه في معاملاتي، وليس عندي مال كثير. نهاية السطر الثاني: فقال جحا: لا بأس. منتصف السطر الثالث: ثم قال جحا: كم يكلف الحرف الواحد؟ سنجد في تلك الأمثلة أن هناك علامات تنصيص وضعت حول جمل معينة. هذه الجمل جاءت بعد قال كذا، قال كذا، ثم تأتي الجمل وحولها علامات التنصيص. ومن خلال الاستنتاج سوف نعرف بالضبط المقصود بعلامات التنصيص ومواضعها. نستنتج أن علامات التنصيص تأتي لحصر الكلام المنقول بنصه، مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وترسم كما هو موضح بالشكل، وتسمى أيضا علامة الاقتباس أو المزدوجتان، وطريقة رسمها كما هو موضح بالشكل: قوسين هلاليين صغيرين عن اليمين وقوسين هلاليين صغيرين عن اليسار، توجد حول الجملة عن اليمين وعن اليسار قبل بداية الكلام وبعد نهاية الكلام. وإليكم بعض المواضع التي تأتي فيها علامات التنصيص وأمثلة للتوضيح. رقم واحد: تضع بينها العبارات المقتبسة بنصها من كلام الآخرين والموضوعة في سياق كلام الناقل. 2: توضع بينها العبارات والمصطلحات التي تأتي بعد القول، كالسؤال والتسمية والجواب والنداء. قال لي: خير لك أن تلتزم السكوت. ستجد أن جملة خير لك أن تلتزم السكوت جاءت بين علامتي تنصيص. رقم 3: عند الحديث عن لفظة معينة مثلا ومناقشة معانيها واستخداماتها. 4: توضع بينها الألفاظ العامية وغير العربية. 5: المقتبس من القرآن الكريم، قال تعالى: قل هو الله أحد. ستجدها بين علامتي تنصيص. 6: المقتبس من الحديث الشريف، قال تعالى أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. ستجدها بين علامتي تنصيص صوموا تصحوا، لأنها كلام مقتبس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 7: المقتبس من حكم وأمثال السابقين، قيل في الأمثال: عش عزيزا أو مت وأنت كريم. ستجد هذا المثال أو هذا المثل بين علامتي تنصيص. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونود من الله عز وجل أن يكون قد استفاد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.